صربيا بملعب 5 جويلية وانهزم فيها المنتخب الوطني بثلاثة مقابل صفر. هذه أول مباراة لمدحي الحسن يضيع من هذه الكرة، لكن تبقى لعناصر المنتخب الوطني. سليماني يعود لمدحي الحسن، يعود إلى الوراء، كرة لعناصر المنتخب الوطني، جابوا تحت المراوغة، تمريرة ذكية شوفوا اللاعب جابو كيفاش حكم في الكره، ما مدش الكره نقول ما تسرعش فعلا، خدا وقته ومد كره نقول انا ثابته لمن الكره. تايدر اللي كان خارج المنطقه، شوف انا خارج المنطقه مرر الوقت اللي خدا اللاعب جابو نقول خدا وقت كبير، رفد راسه شاف اللاعب تايدر خارج، كره اللي مدها له، نقول خارج.